قاسم سليماني كان بيده العصا والجزر، كان بيده مع الميليشيات وكل القوى السياسية العراقية سياسة الترهيب والتنظيم، أنه أنا أمنح لك شيء من الدولة العراقية بعض المكتسبات وأضمن لك حصولك على هذه القصة لأربع سنوات خلال تشكيل الحكومة، سواء كنت ميليشياويا شيعيا سنيا كرديا. أنا العراق بالضبط فوزي، أنا أوزع على كل من أشاء حصته ويأخذ حصته ويستريح يأكل بها أربع سنوات. هذه سياسة الترهيب، سياسة الترهيب أنه إذا خرجت على هذه الطاعة لدينا ألف وسيلة لردعك لاغتيالك لقبلك إلى هذه الميليشيات وهذه المافيات تطورت الآن، وكما ذكرنا أصبحت لديها أجنداتها الخاصة. نعم رئيسي يستطيع أن يعمل مع هذه القوى ولكن في جانب الترغيب فقط ولكن ليس الترهيب. الترهيب هذه خرجت، هذه يعني مارد خرج من القمقم وبدأ يحاول أن يسيمن على كل ما حوله، وبالتالي أشك أن رئيسي سيستطيع أن يردع هذه الميليشيات وهو لا يملك. وحتى قاني القادم من مشهد والقادم من بيئة عقلية تختلف عن سليماني ربما سيكون أقل شراسة وأقل وحشية وأقل بطشا من العقلية التي كان يملكها سليماني، وبالتالي هذه الميليشيات تعتقد وسيكون لها اعتقاد تام أن إيران وسيلتها لتقوية نفسها اقتصاديا وسياسيا، ولكن إيران عاجزة عن كبح جماحة الداخل لأنها فعلا بدأت تتصدر المشهد شكلا. وطبعا هذا التصدر سببه هو الحكومة التي أوهمت تلك الميليشيات وأوهمت تلك الجماعات الصغيرة المتمردة حجما أكثر من حجمها، بدأ يهز ثقة الحكومة داخل الشارع العراقي وأمام الجوار الإقليمي أو العالم أن العراق بلا حكومة وأن هذه هي القوة التي ستتصدر المشهد.